إلى موضوع آخر، تذكرون مقدم هاشم الشهير بمسرحياته المفبركة من ميادين القتال وما شابه؟ نتابع الآن ما تداوله نشطاء، لكن هذه المرة عن شخص يسير على خطى المقدم هاشم، ظهر مرتديا العمامة ومجسدا أدوارا تمثيلية لما يقول عنها انتصارات أثناء مداهمة أوكار لإرهابيين مزعومين، ليقابلها عراقيون بموجة من السخرية الكبيرة. على مواقع التواصل الاجتماعي لنشاهد معا. الله أكبر يا زهراء. يا الله الله أكبر. واحد ثاني واحد ثالث واحد ثاني جوا بعد واحد جوا بعد واحد جوا واحد ثاني بعد واحد جوا حرك عليه. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا حسين. يبدو أن